مساء التواصل الإيجابي. تحويل العالم الافتراضي إلى عالم حقيقي ملموس عبر أعمال تطوعية وخدمات مجتمعية مختلفة. استغلال ذكي جداً لفرص نجاحات الإعلام الجديد. لديك فكرة أو خدمة يحتاج إليها مجتمعك وتسبق بها غيرك لتحقيقها وتقديمها إلى أرض الواقع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. هذا ما قام به الشاب الإماراتي المتطوع حباً لوطنه الإمارات وما قام به من خدمات مجتمعية. خليفة بن هندي نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم خليفة علي بن هندي، مواليد 2/1/1992، يعني برج الجدي. الأول والأخير بين الإخوان، الوحيد، ما عندي إخوان ولا أخوات. ودراسة في المملكة المتحدة، تخصص إدارة أعمال. وهذه فرصة أبارك الخليفة قدوم أخيه الجديد، أقول له الحمد لله على سلامته، ويعني ما عاد خليفة وحيد أمه وأبوه، ونقول له أيضا مبروك عليك شرف دخول الخدمة الوطنية. وخلنا الحين نتعرف على بداية خليفة في عالم السوشيال ميديا. بدايتي في السوشيال ميديا طبعا قبل ما نعرف مصطلح السوشيال ميديا أيام فيسبوك، بدينا طبعا أيام المدرسة وكان شيء جديد علينا، وكنا نستخدمه بصراحة تقريبا بشبه يومي، بطريقة شبه يومية. وبعد هذا تطور يعني السوشيال ميديا وتوسع وطلع لنا تويتر، وما كنا يعني منجذبين في التويتر لأن كنا مركزين على فيسبوك وايد، لكن بعد هذا يعني جذب انتباهنا تويتر وصار العالم كله مركز على تويتر. فكنت متواجد في تويتر من أول الأيام، يعني حسب ما أذكر في 2009 أظن كان عندي أول أكاونت، وهو نفس الأكاونت لين اليوم ما تغير. بعد هذا طلع لنا الإنستغرام، وطبعا توسعت قاعدة السوشيال ميديا وصار الجمهور أكبر، صار التفاعل أكثر، فموجودين في الإنستغرام بعد من البداية، والحمد لله لين اليوم نفعنا في أشياء كثيرة، نشر معلومات كثيرة، صار العالم كله موجود على السوشيال ميديا. 9/7/1971 دولة الإمارات العربية المتحدة. من وين جت فكرة تأسيس 1971، وشو هو أهم أهداف ابتكار هذا المشروع الذي بدأ في الإعلام الرقمي؟ بداية فريق 1971 أو 1971 كانت في سنة 2011. قررنا أنا ومجموعة من شباب وشابات الوطن أن نبتكر أو نصنع فريق مجتمعي يخدم المجتمع، يخدم مجال تطوعي، لأن كان في يمكن يعني فراغ كبير في هذا المجال بين سنة 2010 و2011، وما كان في وعي مجتمعي أو تطوعي هذاك الوقت. فنحن حبينا نأسس هذا الفريق، وكان شعارنا اتحدنا لنعطي، أو we unite to give، مثل ما دولة الإمارات اتحدت لتعطي وتساعد الجميع في شتى يعني أصقاع الأرض. حبينا نحن نرد الجميل لهذا الوطن ولقادة الوطن والمجتمع ككل، فأسسنا هذا الفريق. وبعد فترة يعني قصيرة طبعا عشان نثبت وجودنا تواجدنا في السوشيال ميديا على تويتر في البداية، وبعد هذا في الانستغرام. ساعدنا يعني شبكات التواصل الاجتماعي ساعدتنا بشكل كبير بأن ننشر أفكارنا ومبادراتنا ونوصل للجمهور ونسمع من المجتمع الحقيقي ونستشيرهم في الأفكار اللي عندنا، في المبادرات اللي نطرحها، ونشوف شو رأي الجمهور وكيف نقدر نحن نصنع المبادرة بحيث أنها تتناسب مع الفكر الموجود في المجتمع وتناسب جميع الشرائح اللي موجودة في المجتمع. بدأ عندي العمل التطوعي من سن مبكر. أنا روحي أحس أني أبغى أطوع، أفكر أني يوم بكبر أنا أبغى أساعد الناس، ما أبغى أشوف حد تعبان، ما أبغى أشوف حد متضرر أو شيء. فأنا أبغى أكبر وأكون مدير مكان وأكون هنا أساعد الناس والفقراء. فأتوقعت هذا الشيء يعني بيتحقق لي يوم بيكون عمري يمكن 40 ولا 50.
ان انا بكون مقتدر اني انا اساعد حد، لكن الحمد لله بتوفيق رب العالمين ودعم الناس هذيلا كلهم اللي حوالينا ما قصروا. واليوم انا عمري 20 واسست مجموعه تطوعيه ويا الاخوان، والحمد لله يانا الدعم. نبغى نسمع الحين من خليفه قصه اول حمله رسميه قاموا بتنفيذها واثرها عند الناس. كانت الشرارة الأولى في تفعيل أو تنشيط مبادراتنا هو اليوم الوطني 40 سنة 2011، يوم أحد الأخوات عندنا في الفريق حطت تغريدة في تويتر وقالت أن في 2 ديسمبر أن الشوارع اليوم مسخة من احتفالات اليوم الوطني والأوراق الزينة اللي تنتشر دائما في الشوارع من بعض الشباب. ف باليوم الثاني الصبح نحن أخذنا التغريدة بكل واقعية وتفاعلوا معها الجمهور في التويتر والناس يعني اللي حولنا في المجتمع وشباب وشابات. ففي ثاني يوم من صباح 3 ديسمبر اجتمعنا كلنا في شارع جميرة واللي هو تركزت في الاحتفالات يعني عادة، فبدينا ننظف الشوارع وكان عددنا تقريبا 20 أو 25 واحد منتشرين حوالي الشارع هذا. فأذكر لين المغرب يعني كنا يمكن 150 أو 200 شاب وشابة وحتى من مختلف الأعمار كبار وصغار شاركوا في تنظيف الشوارع، والحمد لله يعني قطعنا شوط كبير هذاك اليوم ولاقت يعني كانت حملة عفوية بدون أي ترتيب أو بدون أي دعاية، فكانوا الناس يشوفوننا في الشارع ويوقفون سياراتهم وينضمون يعني للشباب الموجودين في الشارع وعلى أطراف الشوارع. في نفس اليوم وبعد التعب من حملة تنظيف الشوارع وصلتهم تغريدة أثلجت صدورهم وشجعتهم للعطاء أكثر. في نفس اليوم أيضا الشيخ محمد بن راشد وصل خبر هذا التنظيف أو هاي المبادرة، وهو أيضا بادر بإطلاق تغريدة وكانت تشكر يعني الشباب المواطنين اللي قاموا بالتنظيف هذا وكان سعيد بهذه المبادرة. فمن هاي اللحظة يعني نحن تشجعنا وشفنا أن القيادة تشوف الشباب وتسمع للشباب، فالمفروض أن نحن أن نكمل المشوار ونسعى في هذا الطريق. فكانت بداية موفقة، وهذا يعني هذه القصة وراء بداية فريقنا 1971. أحب الإمارات لأنها قدوة العالم وقبلة العالم، لأن فيها قادة يؤمنون بأبنائهم وأبناء يعشقون قيادتها. الحمد لله على نعمة الإمارات. تطورت الحملات من مجموعة متطوعين إلى شراكات مع جهات حكومية أيضا، وحظوا بتكريم من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حفظهم الله. فبعد اليوم الوطني 40 كان الشتاء شهر 12، وقررنا أن احنا نعمل مثل جلسة عصر ذهني أو برينستورمينج ونشوف وين في فراغات، وين نقدر نحن نعمل مبادرات في دولة الإمارات ومدينة دبي. فنحن بدينا بحملة اسمها شتاء دافئ، وكانت هي لعمال النظافة والعمال البناء الموجودين في مدينة دبي. فبدأنا وكان التارجت مالنا أن نحن نوصل 2000 عامل، وتعاوننا مع بلدية دبي. صراحة كانت أول مبادرة نعملها بالتعاون مع جهة حكومية، وجهوا لنا كل الدعم وعطونا يعني تسهيلات كثيرة ساهمت في إنجاح الحملة. وبالصدفة خلال الحملة جانا يعني تليفون هذاك اليوم كان من مكتب سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، وقالوا لنا أن نحن نبغي نرعى هاي المبادرة وعجبتهم الفكرة. فمع رعايتهم الكريمة وصلنا ل5000 عامل في دبي وأبو ظبي. فنحن طبعا كانت فكرة بسيطة وهي عبارة عن توزيع سكارف وجاكيت خفيف على العمال مع بعض الهدايا البسيطة. ف يعني لمسنا 5000 روح في هذاك اليوم، وكان شيء رقم كبير صراحة، وكانت الصور يعني تشهد على ذلك، لأن احنا ما توقعنا أن نوصل هالعدد الكبير من الناس في فترة قصيرة يعني في البداية. My career aspirations are to be an entrepreneur. 93% of the global companies prefer the UAE as their hub in the Middle East, and that's why it is a very good reason to start a business. 1971 قام بتفعيل العالم الافتراضي إلى عالم واقعي يتطوع
ويقدم خدمة للمجتمع. السوشيال ميديا طبعا ساهم بشكل كبير في يعني نشر الأفكار ونشر المبادرات مثل ما بديت، ولكن احنا ما توقعنا بهال يعني السرعة تنتشر المبادرات في السوشيال ميديا، فساعدنا بشكل كبير من خلال التويتر ومن خلال الانستغرام بشكل خاص. يعني نحن قدرنا نوصل شريحة كبيرة من المجتمع، كبار وصغار وشباب وشابات، فنحن السوشيال ميديا خدم هاي المبادرات وبالعكس قرب وجهات نظر الجمهور أو الناس اللي موجودين في المجتمع لصناع المبادرات أو اللي يقومون على المبادرات. فكنا نحن نعرض أفكار المبادرات على السوشيال ميديا، ولين اليوم متخذين هذا النهج، يعني نعرض الفكرة ونشوف شو رأي الناس، شو نقدر نزيد، شو نقدر ننقص من هاي الفكرة أو المبادرة. وبالعكس كل مرة نكتشف إنه في نقص من عندنا أو في فكرة زيادة تقدر تخدمنا، ونخلي اللي أعطانا الفكرة إنه يساهم معانا، لأن نحن اليوم من المجتمع ومبادراتنا للمجتمع، فلا بد إن نحن نخلي الجميع يساهم في هاي المبادرات، والجميع يعطي ويرد الجميل للوطن أو المجتمع اللي هو عايش فيه. خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك اضحك. وبعد كل هذه الخدمات المجتمعية اللي قدموها لوطنهم الإمارات، حان موعد توثيق الترخيص لهذه المؤسسة الرقمية لتصبح جهة رسمية. في البداية طبعا احنا مثل ما انا قلت لكم كنا فريق يعني مكون من طلاب وطلبات، وحد متخرج توه وحد بعده في المدرسة والجامعة، لكن بعد هذا حبينا ان نحن يعني ادركنا ان نحن لازم تكون لنا صفة رسمية وتكون لنا يعني هوية محددة، وما نكون متشتتين او يعني فريق يعني غير رسمي. فنحن قدمنا على رخصة تجارية، وهي لتأسيس شركة خدمة مجتمعية ستكون الأولى من نوعها في دولة الإمارات، عن طريق مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. وحبينا ان احنا ننشر فكرة الشراكة المجتمعية او السوشيال انتربرايز في المجتمع وفي دولة الإمارات، وان شاء الله ان احنا نعمل على ان يكون هناك وعي اكبر من الناس والمجتمع للجانب هذا. واحب هني اعقب ان هذا الجانب ليس جانب خيري، يعني it's not a charity. انت ما تروح تعطي فلوس وواحد يبني لك مثلا مسجد او يتصدق او يساعد فقير، لا. السوشيال انتربرايز تكون شركة تبيع منتجات وبرودكتس للمجتمع، والمردود هذا المالي يروح على يعني مشاريع ومبادرات تخدم نفس المجتمع. وطبعا نحن هذا اللي نحن من البداية حبينا نتوصل له، لأن نكون مبتكرين في المبادرات، يكون لدينا ابتكار في المبادرات والحملات اللي نطلقها. فنتمنى أن يكون هناك وعي أكبر من الناس في المجتمع عن الشراكة المجتمعية أو السوشيال انتربرايز، لأن هذا النوع من الشركات يخدم المجتمع بطرق مبتكرة، والمردود المالي اللي يدخل الشركة هذه يكون لصنع المبادرات أو الحملات التي تخدم هذا المجتمع، فبالتالي يكون هناك يعني تناغم بين المجتمع وبين الشركات الموجودة في المجتمع. أي شخص أو أي مؤسسة تريد أن تشارك أو تتعاون معنا في مبادرة، تدخل على الإنستغرام وتويتر وتقدر تعرف عنا بريف كامل، فما يحتاج نحن نعرف عن نفسنا أو نسوي برزنتيشن، لأن كل شيء يعني موجود لايف وموجود يعني بكل شفافية على شبكات التواصل الاجتماعي. فشبكات التواصل الاجتماعي ساعدتنا بشكل كبير، وفرت علينا جهد كبير، وفرت علينا الوقت أن نحن نوصل المعلومة لهذه الأشخاص اللي هم بدورهم يقومون بدعم الشباب ويقومون بدعم المجتمع ككل. كيف تتعامل هذه المؤسسة المجتمعية الرقمية مع التعليقات السلبية والغير محبذة على صفحاتها؟ نحن لدينا تعليقات سلبية
وهذا يعني لا يخلو منه يعني أي مكان وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي. فأنا بدوري ودور الفريق عندنا لا نمسح التعليقات السلبية، بالعكس نحن ناخذها بعين الاعتبار ونحب أن ندخل في حوار مع هذا الشخص ونسأله يعني شو سبب هذا الكومنت أو التعليق السلبي، لأن يمكن له عنده يعني نظرة، يمكن أنه عنده وجهة نظر معينة. فالحقيقة يعني كان لدينا حوارات كثيرة من خلال هذه التعليقات السلبية، وتوصلنا فيها لأفكار، وتوصلنا فيها يعني تعرفنا فيها على أصدقاء حتى، لأن نحن أنا طلبت منهم أن ما دام أنت عندك وجهة النظر هاي فشو رأيك نحن نجلس، نحن مش يعني في عالم افتراضي فقط على السوشيال ميديا، لا نحن اليوم السوشيال ميديا جزء من حياتنا الحقيقية، ونجلس معاهم ونتحاور وسوينا مبادرة حقيقة وكنا مختلفين عليها في السابق. الشخصية التي يقتدي بها خليفة بن هندي في عالم السوشيال ميديا والإعلام الرقمي؟ قدوتي أو الرول موديل في السوشيال ميديا هم الناس الإيجابيين، ولا بد أن أشير بالبنان أولهم لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، فهو اللي يعطينا الطاقة الإيجابية حقيقة في السوشيال ميديا سواء كان في تويتر أو الإنستغرام أو أي قاعدة ثانية على السوشيال ميديا. وأنا سعيد أن أقول أن دولة الإمارات عند أكبر فريق عمل واحد وأفضل فريق عمل واحد، طلابه رجاله وموظفيه قادته. دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل، يعني خليفة أنا وياه دايم دوم يوم العاذلين رقود نفكر كيف نسعد شعب يدرانا بإيمانه. الناس الإيجابيين اللي موجودين على السوشيال ميديا يعني يحاولون أنهم ينشرون الإيجابية في المجتمع، يخلون الناس يتعايشون، يخلون الناس فرحانين، ويطلقون يعني يحاولون أنهم يعملون على سعادة الناس من خلال السوشيال ميديا ونشر الأفكار الإيجابية اللي تحاول أنها تخلي الناس مترابطين ومترحمين ويتساعدون. وكان في يعني كذا مرة يعني اللي هو يسمونه على السوشيال ميديا يعني الميت أب، فيتلاقون يعني الناس اللي يتعرفون على السوشيال ميديا، بالعكس تحصل يعني على ناس أصبحوا يعني أصدقاء عزيزين علينا وأصبحوا جزء من حياتنا. فالسوشيال ميديا فيه الكثير من الأمثلة صراحة اللي نحن نفتخر فيها ونعتز فيها. وأنا يعني شخصيا أحب أن أتابع ناس جديين وفي نفس الوقت إيجابيين، وليس الناس يعني اللي يستخفون مثلا بفئات موجودة في المجتمع أو يضحكون يعني على بعضهم، فأنا ما أحب هذا النوع من يعني الأشخاص أو المشاهير في السوشيال ميديا. أنا اليوم ما أقدر أطلق على نفسي مسمى، ولا ما أقدر أقول أنا مشهور في السوشيال ميديا ولا لا، لكن اللي أنا أقدر أقوله أن أنا سعيد الحمد لله وراضي عن الأشياء اللي أنا أقدمها لمجتمعي، ولكن ليس بشكل كامل طبعا، ما في شيء يعني كامل ولا شيء بيرفكت. فأتمنى أن احنا نصل للمركز الأول مثل ما دائما احنا نطمح، وأتمنى أن أنا أقدم أكثر وأكثر لهذا المجتمع ولهذا الوطن اللي يستحق كل خير صراحة، وكل فرد وكل شخص عايش على هالأرض يستحق أن نحن نخدمه ونشكره، من عامل النظافة والسايق إلى الموظفين إلى القيادة العليا. يعني أنا اليوم ما أحب أني أنا أعمل مبادرة لفئة معينة وأترك فئة معينة أو فئة أخرى، فأحب أعمل مبادرات تجمع وتوحد كل فئات المجتمع، نحاول نخليهم يكونون كلهم موجودين في نفس المكان، يعملون نفس الفعالية ونفس يعني الدور، يقومون بنفس الدور في هذه المبادرات.
كيف تحمي هذه المؤسسة نفسها من عثرات تقلبات وتغييرات الإقبال عند الناس على صفحات الإعلام الرقمي؟ نحن طبعا ما نضمن أن الإنستغرام يعني يتم معانا ولا تويتر ولا أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن لهذا السبب قررنا أن نحن نحول الفريق هذا المجتمعي أو هاي الفكرة لشركة مرخصة لها صفة رسمية. يمكن بكرة شبكات التواصل الاجتماعي تختفي، فنحن حبينا أن نكون موجودين على أرض الواقع، وأيضا نستخدم شبكات التواصل الاجتماعي والإنستغرام ليكون قاعدة لنا لنشر الأفكار مثل ما قلنا، ولنشر يعني الوعي في المجتمع. فكان هذا يعني تدبيرنا حتى الآن، أن احنا نكون شركة موجودة ومرخصة بصفة رسمية، يعني نتفادى أي يعني اختفاء مفاجئ مثلا في شبكات التواصل الاجتماعي ونصبح لا شيء بعد شبكات التواصل الاجتماعي. فنحن حبينا أن نكون موجودين على أرض الواقع وفي نفس الوقت موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي. وأخيراً، من صفحات السوشيال ميديا والخدمات التطوعية في الإعلام الرقمي إلى جوائز قيمة ومعنوية، نتعرف على أهمها. في بداية المشوار والمبادرات هذه ومشروع 1971 لم نفكر بأننا نحن هنا لحيازة الجوائز أو للتسابق على الحصول على تكريم أو جائزة، ولكن لكل مجتهد نصيب، والحمد لله يعني جتنا الجوائز بدون ما نحن نستعد لها أو نتجهز لها. فكانت تجينا جوائز من شركات ومؤسسات معروفة في المجتمع، والحمد لله هذه يعني هذا دليل على أن نحن يعني قامين بدورنا في المجتمع، ونحن نفتخر بهذه الجوائز. واليوم نحن عندنا يعني جائزة، أغلى الجوائز اللي حصلنا عليها جائزة بصمة مجتمع من مؤسسة وطن الإمارات. هاي جائزة عزيزة علينا وكانت تعني الكثير، لأن نحن يعني هذه المؤسسة ننظر لها بكل يعني وطنية ونحب مبادراتهم، فجتنا جائزة من عندهم تشجعنا، وهذا دليل على أن الجميع يعمل لرفعة الوطن والجميع يخدم الثاني ويكرم يعني الناس المبادرين. أيضا حصلنا على تكريم وتقدير من الشيخ منال بن محمد بن راشد، أو مثل ما نشوف في الشهادة الممنوحة لنا هني في المشاركة في مشروع الإدارة اللي كان لوحة فنية يعني كبيرة على شارع جميرة، شارك فيها فنانين ومتطوعين من جميع فئات المجتمع، وكان يعني كانت المبادرة الأولى من نوعها على هذا الشارع. وبعد هذا كان لنا يعني مساهمة في مسابقة أو يعني دخلتنا شركة دو للاتصالات في مسابقة التواصل الاجتماعي، وهو اللي كان فيها يعني كيف الناس يتفاعلون مع المبادرات المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ففزنا بالجائزة اللي هي كان يعني شعارها حصنتك بسم الله يا وطن. أيضا كان عندنا يعني تقدير وشهادة نعتز فيها من الوالد الغالي اسمه الشيخ نهيان بن مبارك، كان يعني شخص دعمنا بشكل كبير، كان موجود في مبادراتنا يزورنا ويطمن على المشاريع اللي عندنا وينصحنا يعني بالفئات اللي لازم نحن نستهدفها، ويخبرنا يعني كيف ان نحن نقدر نوصل الناس، ويعطينا يعني افكار ما تكون تخطر على بالنا. فهذا الشخص يعني يندر في هذا الزمان، وهو يعني نحن نعتز فيه، ويكون وهو احد الامثله يعني اللي نقتدي بها نحن كفريق. شكرا لك المواطن الإماراتي المتطوع في خدمة وطنه خليفة بن هندي، حفظك الله وسدد خطاك وجعلك قدوة لغيرك من الشباب والشابات، وكثر الله من أمثالك. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة السوشيال ميديا. حياكم الله في فقرة الإنفوغرافيكس لهذا اليوم مشاهدينا، وحبينا نتعرف من خلالها على تاريخ الهاشتاج ومراحل تطوره من عام 2007 حتى عام 2013، ونبدأ وياكم بعام 2007 اللي تم تقديم فيه الهاشتاج للمرة الأولى من تويتر. وفي عام 2009 مشاهدينا استخدم تويتر الهاشتاج، وقامت تويتر بالربط الآلي للهاشتاج وبكل ما يبدأ بعلامة الهاشتاج. في عام 2011 انستغرام يضيف دعم الهاشتاج في تطبيقه، وفي يناير لنفس العام 2011 شركة أودي للسيارات تطلق أول إعلان مع التركيز على الهاشتاج خلال البطولة الأولى لها.
أما في عام 2012 وفي هذا العام مشاهدينا بالتحديد في شهر مارس، تويتر تدعم الهاشتاج العربي وبالتحديد بعد الربيع العربي. وفي نفس العام أيضا تويتر تبث أول إعلان تلفزيوني مع التركيز على الهاشتاج. أما في عام 2013 كان هناك إطلاق تطبيق فاين مع دعم الهاشتاج. هذا بالنسبة للأخبار الخاصة بتاريخ الهاشتاج ومراحل تطوره خلال السنوات الماضية. شكرا لكم جميعا، ولا حدود للعطاء في سماء العمل التطوعي، العمل دون مقابل، سواء كانت في سعادتك في الخدمة المجتمعية أو كان على أرض الواقع أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بكل صفحاته ونوافذه. شكرا لكم. عادي أحرك؟ يعني أنا عادة أحرك. زين. صح. طبعاً مثل ما قلت في البداية. زين زين عادي. أنت تحمسني وعقب. أوكي أكمل ولا أعيد اللي قلته؟ شو كذي أسوي؟ نعم. مرتاح. طبعاً أنا ما أقدر أطلق على اسم. طبعاً أنا ما أقدر أطلق على. أوكي. لا لا ما توتر. حطاح. اوكي بيتيب لي الجائزة الثانية؟ لا 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 هاي اللي على اليمين. هي الاثقال. لا 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 اللي على اليمين. هي 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 انا هاي مشكلتي الختام. ننتقل الان مشاهدينا الى فقرة السوشيال ميديا. فقرة الانفوجرافكس. خلاص. وشو هو اول شو بلانا اليوم؟ هو فين؟ هو فين السؤال؟ هم بيكتبوا دلوقتي؟ شكراً شباب. هاي من وين؟